قطاع التعليم يحظى بأولوية البرنامج الانتخابي لمرشحي تحالف قوى الدولة، وإنصاف الكوادر التعليمية لتعزيز الواقع التربوي يتصدرها. مطالبات محلية بخطط إسكانية للحد من أزمة السكن في بابل، وخطط 520 للنهوض بواقع البصرة. مشاريع الدواجن في العراق بحاجة للدعم لتقليل الاستيراد، وآلاف فرص العمل تنتظر ذلك الدعم. بانوراما عراق من الفرات اقدمها لكم انا محمود قاسم وسجا محمد. مرحبا بك يا سجا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى تفاصيل هذه النشره. والخبر الاول من مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية، حيث طرحت استبرق الحرشاوي مرشحة تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد برنامجها الانتخابي المتضمن دعم المعلم. نعم، وقالت الحريشاوي إن دعم المعلم في العراق غائب الأمر الذي تسبب بالكثير من الإهمال، مشيرة إلى عدم كفاية رواتب المعلمين إلى جانب حقوقهم الغائبة وغياب تحقيق الوعود المقطوعة لهم بتحسين أوضاعهم. الحريشاوي شددت أيضا على أهمية بناء مدارس جديدة تتلائم مع عدد سكان العاصمة وإعادة ترميم المدارس الآيلة للسقوط. بدورها طرحت فاطمة العقابي مرشحة تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة ميسان تسلسل 8 برنامجها الانتخابي المتضمن حماية المدارس والمعلم في المحافظة. وقالت العقابي إن ميسان بحاجة إلى بناء عشرات المدارس مع تكدس الطلبة في الصفوف، وهناك مدارس طينية وكرفانية. وأضافت بأنها ستعمل على توفير الحماية للمدارس والمعلم، مشيرة إلى أنها لو كانت محافظا لميسان لساندت المدارس والمعلم ووزعت قطع أراضي لجميع الفئات الميسانية. قال مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية عن علي الفرطوسي إن من أهم مشاكل القطاع التربوي هو النظام التعليمي غير الفعال الذي يعزز الأمية ونقص الموازنات الكافية والفساد. نعم، لافتا إلى أن هدم 47 مدرسة قبل 10 أعوام ما زاد أعداد المدارس ذات الدوام الثلاثية. وأكد الفرطوسي ضرورة العمل بالتنسيق مع وزارة التربية لبناء مدارس حديثة ومتطورة وتغيير المناهج الدراسية، منوها إلى وجود 2200 مدرسة ابتدائية و110 مدارس ثانوية لتسع ملايين مواطن في بغداد، بينما تفيد الحاجة إلى قرابة 20,000 مدرسة. كشفت وزارة التخطيط عن عجز بواقع 8578 مدرسة للمراحل الابتدائية والثانوية والمهنية. وذكرت الوزارة إن أعداد المدارس المتلكئة بلغ 1031 مدرسة، بضمنها 48,400 وللمشروع الوزاري للتربية. وأضافت إن الوزارة بأن أعداد المدارس الأهلية والابتدائية والثانوية بلغ 2884 مدرسة. احتلت بغداد المركز الأول بواقع 902 أهلية. إلى ذلك فإن البصرة جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 566 مدرسة، ومن ثم ذي قار ثالثا، فيما جاءت ميسان بالمرتبة الأخيرة في أعداد المدارس الأهلية بواقع 27 مدرسة فقط. وأوضحت أن أعداد المدارس المستمرة والمنجزة ضمن المنهاج الاستثماري وبرنامج تنمية الأقاليم بلغ 6706 مدارس توزعت بين المحافظات.
طرحت سارة هاشم الخزعلي مرشحة تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة كربلاء المقدسة تسلسل 24 برنامجها الانتخابي المتضمن التوسعة العمرانية في المحافظة. وقالت الخزعلي إن محافظة كربلاء المقدسة بحاجة فعلية إلى توسعة ونهضة بالعمران والخدمات، كونها مكتظة سياحيا في جميع الأوقات، وإن زائريها لا يكونون فقط في شهر محرم الحرام. وأكدت ضرورة أن تستحصل المحافظة على تخصيصاتها المالية من البترودولار وزيادة تخصيصاتها المالية من أجل نهضة أوسع، لأن المحافظة أصبحت مركزا وقبلة سياحية محلية وعربية وعالمية. ولفتت إلى أنها ستشجع الاستثمار والنهضة العمرانية لتوسيع المحافظة وتوفير الخدمات لتوزيعها على سكانها الذين ازدادوا بشكل واضح. يشهد القطاع السكاني في محافظة بابل أزمة متزامنة مع النمو السكاني الحاصل في المحافظة، في وقت طالب مواطنون بوضع خطط إسكانية للحد من الأزمة في المحافظة. تقرير هشام الموسى. التزايد الكبير في النمو السكاني في العراق بصورة عامة وفي بابل خصوصا أثر سلبا وبشكل كبير على القطاع السكني في المحافظة، لا سيما أن بابل تمتاز بأراضيها الزراعية التي تحولت مؤخرا إلى بيوتات سكنية. مواطنون طالبوا بوضع خطط استراتيجية للنهوض بهذا الملف الحيوي وإنشاء المجمعات السكنية التي تليق بحياة المواطن. أولا، الشعب البابلي يعاني من أزمة السكن وخصوصا في محافظة بابل، لأن الشاب البابل هسه الشاب اللي يريد يتزوج همات أنا يريد أن يكون في بيت مستقر، وحقيقة محافظة بابل تعاني من نقص السكن في هذه المحافظة، لأن لا وجود مجمعات سكنية، لا وجود مثل هاي المجمعات اللي الآن اللي انطاها البنك المركزي المبادرة. لحد الآن همات أنا الشاب ما حصل على هذه المبادرة حتى يكون ياخذ له في مجمع سكني حتى يكون مستقر. وحقيقة هي محافظة بابي من أول المشاريع اللي تعاني بها هي أزمة السكن. المحافظة الوحيدة اللي يعني بالنسبة للموضوع السكن تقريبا حتى ناسينا. هسه لاحظنا هسه بعض المحافظات بها مجمعات سكنية. هسه هنا بالحلة أو في بعض النواحي والأقضية ما الحلة بالنسبة للبيوت كلها مثلا تشوف 10 عوائل هم قاعدين ببيت واحد. الشاب يريد يتزوج حاير بنفسه، الأمور كلها صعدت، بينما هسه نريد أن مثلا فد واحد يجي يلتفت للموضوع هذا يعطي فد أهمية. مهتمون بشأن المدينة بيّنوا للفرات عن الفرص التي يمكن استثمارها حكوميا للنهوض بواقع المحافظة السكنية من خلال تخصيص الأراضي وإنشاء المجمعات السكنية واستحداث مدن جديدة بطرق عصرية. أولا، بتهيئة الأرض وجذب شركات مستثمرة اختصاص مجمعات بناء مجمعات سكنية لفسح الفرصة لأكثر من شباب محافظة بابل من أجل تقديم الخدمة لهم. هاي ندعمها من خلال أولا من خلال التخصيصات التي إن شاء الله راح تجي إلى محافظة بابل، ومن خلال الوجوه الجديدة التي نأول عليها كأعضاء محافظة مستقبلا. هذه الوجوه لها رؤية في تقديم الخدمات الأفضل لأبناء محافظة بابل. دعم المواطن البابلي وتوفير الوحدات والمجمعات السكنية حتما يعطي لبابل لمسة عمرانية تضاف إلى جمال هذه المدينة العريقة حضاريا. من محافظة بابل همام الموسوي، الفرات. مشاهدينا الكرام، للوقوف أكثر على موضوع السكان ينضم معنا في بانوراما مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية الأستاذ غازي البعيجي. بداية، أهلا ومرحبا بك أستاذ غاوي. نتحدث عن أبرز العوائق التي تقف اليوم أمام إطلاق مشاريع سكنية في محافظة بابل. ما هي أبرز العوائق التي تقف اليوم أمام إطلاق هذه المشاريع في محافظة بابل؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم في كل مكان.
الحقيقة كثير من الأمور التي تقف عائق أمام تنفيذ هذه المشاريع. أولا التخصيص المالي اللي هو شيء مهم، ثانيا تخصيص قطع سكنية أو يعني أرض سكنية توزيعها وبنائها بشكل حضاري وشكل بناء حديث، وممكن أن نستغني عن القطع، مثلا نوزع قطع أرض للمواطن بشكل فردي نبني مجمعات سكنية، لكن هذا يعني الدرجة الأولى هو التخصيص المالي اللي من قبل الحكومة. يجب أن أولا نوفر الأموال لهذه الشريحة، ومن ثم نباشر ببناء مجمعات سكنية أو توزيع قطع أراضي سكنية مع توزيع قروض حتى المواطن يتمكن من بناء دار سكن ويستقر مواطن الحلي. نعم. سيدي البعيجي، بعد الترحيب بكم، بأن محافظة بابل تفتقر إلى العديد من المشاريع الخدمية ومن ضمنها مشاريع السكن، ما السبب برأيكم؟ يعني هو السبب قصة السكن في بابل قصة كبيرة وعميقة. من ضمن هذه الأسباب أو السبب الرئيسي عدم تخصيص الأرض للمشاريع السكن، وقلنا إذا نستغني عن تخصيص أرض نبني مجمعات سكنية. إحنا اليوم بالحلة يمكن عندنا مجمع واحد اللي هو الآن في قصر سويلم، هذا الموجود الآن هو عمارات سكنية وزعت قبل كم سنة، يعني فكت قليل من يعني فد شيء بسيط من الأزمة، أزمة السكن. لكن يحتاج المواطن الحلي، طبعا تعرفون الحلة بها تزايد سكاني حالها حال باقي مناطق العراق. هذا التزايد السكاني يجب أن الحكومة تأخذ بنظر الاعتبار هذا التزايد السكاني وتوفر الأرض والقرض للمواطن حتى يتمكن من بناء دار سكنية بشكل حديث بشكل متطور. حتى المواطن الحلي، تعرفون أنتم الحلة هي صار مركز الفرات الأوسط، وهذه المنطقة موقعها الجغرافي يفرض عليها أن تكون مدينة جميلة، مدينة حضارية، مدينة يمر بها أكثر المحافظات. يعني في زيارة الأربعين شفتوا أنه تقريبا 80% من الزوار اللي يتجهون كربلاء عن طريق بابل، يعني زوار الجنوب زوار المناطق الوسطى. هذه المحافظة بهذه المكانة وهذا الموقع الجغرافي يجب أن تولى باهتمام خاص من الحكومة. هو شنو اللي تسوي مثلا الحكومة، شنو اللي تسوي؟ توفر الأرض وتوفر القرض للمواطن، المواطن يباشر ببناء دارة أو يعني تقوم ببناء مجمعات سكنية أكثر من الموجودة الآن حتى نحتوي أزمة السكن. نعم. طيب أستاذ غاوي، بصفة حضرتك يعني ساكن بمحافظة بابل وأيضا المرشح عن هذه المحافظة، ما هي خططكم المستقبلية هنا للنهوض بالواقع الخدمي بالمحافظة من الناحية السكانية وكل ما تحتاجه المحافظة أيضا؟ تفضل. يعني هو المعروف أنه مجلس المحافظة هو مجلس خدمة بالأساس، يعني هو هذا من صلب عمل مجلس المحافظة أن يكون مجلس يخدم المواطن الحلي. إحنا إذا نحكي عن محافظة بابل الآن، يعني المفروض أنه إحنا كأعضاء مجلس محافظة أو المجلس المحافظة اللي راح يكون إن شاء الله تكون من أولوياته خدمة المواطن الحلي بتوفير الأرض. مثل ما قلت لك، يعني لازم نوفر أول مرة القاعدة الأساسية لحل أزمة السكن هو توفير الأرض. طبعا أكو أراضي زراعية، اليوم تشوف أكثر البناء في محافظة بابل أحياء جديدة أنشئت على أراضي زراعية تم تجريفها وبناء دور سكنية. ممكن الحكومة أنه يعني تبادر إلى أطفاء بعض الأراضي وتوزيعها كقطع سكنية على المواطنين. هذا إذا إن شاء الله بالمجلس المحافظة القادم إن شاء الله نأمل، هسه سواء كنت أنا عضو مجلس المحافظة أو غيري عضو مجلس المحافظة، نعم، يعني نأمل من الأخوة في مجلس المحافظة إن شاء الله أن يولون هذا الموضوع اهتمام كبير.
نعم، لأنه الأراضي موجودة، يعني ماكو محافظة ما بيها. نعم. نعم نعم، شكرا للتوضيح، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ غاوي البعيجي المرشح عن تحالف قوى الدولة الوطنية، كنت معي عبر صوت الصورة من محافظة بابل، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. طرح حسن جبار الرحام الكناني مرشح تحالف قوى الدولة عن محافظة ميسان تسلسل ثلاثة برنامجه الانتخابي المتضمن تحسين الواقع البيئي والخدمي في المحافظة. نعم، وقال الكناني إن المواطن الميساني له طموح عالى في الدورة الحالية لمجالس المحافظات من ناحية تحسين الواقع البيئي والخدمي للمحافظة، مضيفا بأن أي حديث عن تأجيل الانتخابات لن يصب بصالح المواطنين، لافتا إلى أهمية اهتمام أعضاء المجلس المقبل بالمواطن وتقديم الخدمات وتوفيرها للمحافظة. اقترح عباس صالح البطاطا مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة البصرة تسلسل واحد خططا خدمية 25 للنهوض بالواقع البصري. وقال البطاط إن انبعاث الغازات واحتراقها في حقول النفط تسبب بانتشار السرطانات، مشيرا إلى إمكانية إعطاء 100,000 برميل إلى شركة عالمية لتنفيذ المشاريع في المحافظة. ولفت إلى أن البصرة تشهد نهضة جيدة في القطاع الصحي الحكومي بجميع الاختصاصات ومثلها بالقطاع الخاص، لافتا أنه لو كان محافظا لنفذ خططا 25 ومشاريع يلتمسها المواطن لإعادة البصرة لمدينتها. كشفت قيادة العمليات المشتركة عن مضامين خطتها لتأمين الانتخابات المحلية، وأوضح المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن الخطة الأمنية تتألف من قيادات أمنية ووحدات من الجيش العراقي والداخلية والحشد الشعبي، حيث تتضمن ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية. نعم، مؤكدا عدم تأثير الخطة على الناخبين خصوصا في التصويت الخاص. كما أشار الخفاجي إلى إعداد كاميرات ذكية تسجل الصوت والصورة لكل حالة ممكن أن تحدث داخل المراكز الانتخابية، إلى جانب إعداد واجبات خاصة لنقل الصحفيين والوفود الأجنبية وصناديق الاقتراع. كشف تقرير محلي عن حاجة العراق لأكثر من 19,000 مشروع لإنتاج الدجاج لتغطية الحاجة المحلية في الوقت الذي يغطي الإنتاج الحالي 11.6% فقط من الحاجة الكلية. يقول التقرير إن معدل الاستهلاك السنوي للدجاج يبلغ أكثر من 1,300,000 طن وتبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات دينار. إلا أنه حسب بيانات وزارة الزراعة ووزارة التخطيط فإن العراق يحتاج من أجل أن يسد احتياجه المحلي لأكثر من 19,000 مشروع لإنتاج الدجاج، في وقت يبلغ مجموع المشاريع الموجودة حاليا بحدود 2,700 مشروع. فإنه مع الزيادة السكانية في العراق فمن المتوقع أن يصل حجم الاستهلاك السنوي للدجاج في العراق بحدود 1,072,000 طن.
في حين توقع التقرير أن يبلغ معدل فرص العمل المباشرة في مشروع الدواجن وفرص العمل غير المباشرة بحدود 30 إلى 50 عاملا، بالتالي يمكن أن يخلق هذا القطاع فرص عمل تتراوح بين 500 ألف إلى مليون فرصة عمل. يعد مشروع دواجن الديوانية أحد أكبر المشاريع المحلية لتغطية أكثر من 3/4 احتياج السوق المحلية بمادة بيض المائدة والدواجن، وسط دعوات بأهمية دعم المنتج المحلي للحد من عمليات الاستيراد. ليث صلاح ومزيد من التفاصيل. مشروع يغطي ثلث حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ومنتجات الدجاج الأخرى. مشروع دواجن الديوانية واحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية للمحافظة. تنتج هذه الشركة حاليا وهي شركة متكاملة، نعمل على يحتوي على 180 ألف طن يوميا، ومفقس بسعة 20 مليون بيضة سنويا، وكذلك دجاج الفروج بسعة 900 ألف دجاجة شهريا، وبيض مائدة بسعة 48 ألف كارتون شهريا. وحاليا لدينا قاعات دواجن في مرحلة التبشير، إن شاء الله خلال الأشهر القادمة تصل إلى مرحلة إنتاجها، قمة إنتاجها، فنحاول أن نغطي 3/4 الأسواق العراقية. العمل على تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتج وتقليل المستورد بات ضرورة حتمية من أجل دعم المشروع وزيادة الإنتاج وتطوير جودة منتجاته بحسب معنيين. دعم الغاز يعني آخر الأيام كان اللتر 850 بينما كان 400، مضاف ضعف سعر اللتر، إضافة إلى الكهرباء، الطاقة الكهربائية قليلة خاصة في مواسم الصيف، وتتعرض إلى أعطال كلش كبيرة مما يؤدي إلى خسائر. طبعا الدعم الأعلاف حقيقة كلش معدوم. احنا عندنا يعني خطة عمل انه نكمل باقي المشروع من حقولنا حتى مثلا نغطي، خلينا حتى لو مثلا نقول مثلا 80% اللي يوصل المنتج مالتنا الى محافظاتنا. ويدعم مراقبون خيار توفير الظروف الملائمة لتسويق المنتوج الوطني بعد ضمان جودته ودعمه سعريا بما يناسب المستهلك. مشروع الدواجن الديوانية مشروع كبير ويعتبر المشاريع تقريبا من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط بإنتاج محلي، ممكن يرصد الأسواق أو يغطي ثلث الحاجة أو أكثر من 50% من الحاجة لحاجة المستهلك في محافظة الديوانية. نتمنى تطوير لهذا المشاريع مثل هكذا مشاريع لدعم المحافظة. المشروع بحاجة لدعم إنتاجه وحمايته بما يضمن تغطية للحاجة المحلية من بيض المائدة والدجاج، خصوصا مع ما يتوفر من أرقام تشير إلى أنه مشروع واعد. من مشروع دواجن الديوانية، ليث صلاح، الفرات. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى ختام بانوراما العراق، شكرا لكم وإلى اللقاء. دمتم بسلامة.